عمرك اتحطيت في مشكلة انك مش عارف ترد على اللي بيكلمك؟ طب مش عارف تكتب بيزنس ايميل؟ طب مش عارف تكتب باراجراف او اساي للايلتس او توفل؟ كل مشاكلك دي هتتحل معايا انا حسين عواد. انتوا بتتفرجوا على ان انجلش بريك. من اكتر المواقف المحرجة اللي ممكن تتحط فيها لما تيجي تتعلم انجلش او في الانجلش عموما، ان تبقى بتكلم حد مثلا اجنبي ومش عارف ترد عليه في المسجز، او مثلا يطلب منك في الشغل انك تكتب ايميل وانت في بزنس ايميل ومش عارف تكتبه. وصعب جدا مهارة الرايتنج في التوفل والايلتس، انك تكتب اساي ازاي تكتبه، ده بيبقى صعب جدا. في البداية بقى قبل ده كله، انك تكتب اصلا سي في عشان تقدمه، برضو دي فيها تشالنجز. هناخد كل حاجة من الحاجات دي في فيديو لوحده، ولكن في حاجة كومن او مشتركة في الحاجات دي كلها. ايه هي؟ لما تيجي تكتب ايه اهم حاجة؟ سو مثلا لما تيجي تقول this is a car، this is a car، صح؟ ليه ما قلتش these؟ طب ليه ما قلتش are؟ طب ليه ما قلتش this is car؟ يعني مثلا I'm going home، ليه ما قلتش I'm going to home؟ طب مثلا عايز تقول مثلا امبارح انا رحت، ليه مش هتقول I will go yesterday to كذا؟ So من الحاجات دي كلها والامثله دي كلها، اهم حاجه في الرايتنج هي الجرامر. So الجرامر اهم حاجه في الرايتنج. ممكن اقول لكم ان الجرامر مش مهمه قوي في السبيكنج. So مثلا لما اجي اقول لك he don't know nothing، he don't know nothing، يعني هو مش عارف اي حاجه في اي حاجه، اوكي؟ دي جمله grammatically incorrect، يعني الجرامر بتاعها غلط، القاعده بتاعتها غلط. المفروض he doesn't know anything، مش حاجه اسمها he don't know nothing، اوكي؟ بس في السبيكنج عادي. في الرايتنج بقى ما ينفعش، لازم يبقى الجرامر بتاعك صح. فبما ان الجرامر مهم جدا وصعب جدا انك تتعلمه، عشان احنا اصلا اتعلمناه غلط. الجرامر لو طبقته على حياتك اليوميه وطبقته على امثله هيبقى اسهل حاجه في العالم، اوكي؟ هقول لكم حاجه، يعني جمله كده بسيطه جدا هتفهموها في ثانيه، وبعد كده الجرامر هيبقى ميه بالنسبه لكم، اوكي؟ يعني مش ميه، قصدي يعني بعد كده، بعد في الفيديوهات اللي بعد كده. فيديوز الجرامر او فيديوز الرايتنج عموما هتنزل كل اسبوع يوم الثلاث، اوكي؟ on Tuesday. So لو قلت مثلا when he arrived to the station the train left، او when he arrived to the station the train had left، اوكي؟ So ايه الفرق بين الجملتين دول؟ لما هو وصل المحطه القطر غادره، اوكي؟ So غادره اتقالت بطريقتين، اتقالت left واتقالت had left. اوكي، الزمن left ده اسمه ماضي بسيط، past simple. had left ده اسمه ماضي تام، past perfect. ايه الفرق بينهم؟ اوكي، سو الباست سمبل ده معناه ان هو وصل الاول وبعدين القطر مشي، سو هو لاحق القطر. الثانيه had left، دايما في غلط تقول لك الباست بيرفكت حاجه قبل حاجه. يعني ايه حاجه قبل حاجه؟ دايما الجمله او الجزء من الجمله بياخد ماضي تام، بيبقى حصل قبل بقيه الجمله. So when he arrived to the station the train had left. So لما هو وصل ال station المحطه القطر كان مشي اصلا. So had left يعني كان مشي قبل. So دي تريكايه صغيره كده. طب تريكايه كمان بيقول لك مثلا لو جيت اقارن بين الجملتين دول، he plays football he is playing football. لما تيجي تترجم الجرامر بالعربي، عشان كده بقول لكم احنا خدنا الجرامر غلط في المدارس، ما ينفعش تترجم القواعد بالعربي. لما تيجي تترجم الجملتين بالعربي he plays football he is playing football، هترجمهم هو بيلعب كوره. بس ايه الفرق بقى؟ اوكي، اول زمن اسمه present simple مضارع بسيط، تاني زمن اسمه present continuous مضارع مستمر. ايه الفرق؟ الفرق ان المضارع البسيط بستخدمه لما بتكلم عن حاجه عموما. So he plays football يعني هو بيلعب كوره مثلا كل يوم، كل اسبوع، كل سنه، عموما هو بيلعب كوره كل كذا، اوكي؟ بس he is playing football يعني هو بيلعب دلوقتي حالا، هو بيلعب دلوقتي حالا، اوكي؟ زي مثلا ايه؟ انا دلوقتي بعمل ايه؟ I'm teaching you English، انا دلوقتي حالا اهو بدرس لكم English. بس انا بدرس English مثلا كل يوم، I teach students every day، انا بعلمهم كل يوم. بس لو انا بعملهم دلوقتي، ان انا بعلمكم دلوقتي، I'm teaching you English، بعملها دلوقتي حالا. طب تعرفوا ان المضارع المستمر ده اللي انا بقول، انا بتكلم عن حاجه دلوقتي، ممكن يتكلم عن الماضي؟
هتعرف ازاي؟ لو عايزين تعرفوا ازاي اكتبوا في الكومنتس هاو، بس كده وانا هرد عليكم في فيديو. شرح الجرامر هيبقى سهل للدرجه دي، اوكي؟ كل التعقيدات اللي عندكم في الجرامر هتتحل، بلس ان احنا هنعمل في اخر كل موسم، وهقول لكم في الاخر يعني ايه موسم، في اخر كل موسم فيديو هيركز على حاجه معينه في الرايتنج، هيركز على الشاتنج، وانتوا بتعملوا تشاتنج مع اصحابكم ازاي تكتبوا، وانتوا بتكتبوا بزنس ايميل ازاي، وانتوا بتكتبوا السي في ازاي، وانتوا بتكتبوا اساي للايلتس او التوفل ازاي. فتابعوني ان شاء الله، الشغل هيبدا من يوم السبت 4/4. جوين الواتساب جروب عشان هنزل لكم كل حاجه اللي بتنزل على الانستغرام وتنزل على البيج وتنزل على اليوتيوب شانل. ثانك يو فور واتشينج، هاف ا جود داي.